بين ركبتيه. إذا للطمت الخد فاطمة عنده وأجريت دمع العين في الوجنات يسترسل دعبل في أبياته إلى أن يصل وقبر ببغداد ناك لنفس زكية تضمنها الرحمن بالغرفات وسكت دعبل سكت. التفت للإمام الرضا قال له يا دعبل بعد أكو قبر عندك ما ذكرته ما ذكرته. قال له وين القبر مولاي ماكو ماكو قبور. قال أكو. قال له ماكو مولاي قبور آبائك وأجدادك اللي في المدينة كلها ذكرتها وقبور الطفضعه وأهل بيتك وما جرى على الحسين بكربلا هم ذكرتهم وآخر قبر هو قبر أبوك موسى بن جعفر في بغداد وقد حرمنا الزمان من ماكو قبور. قال له لا يا دعبل أكو قبر. قال له يا قبر. قال له قل وقبر بطوس وقبر بطوس يا لها من رزية ألحت على الأحشاء بالزفرات. ذهل دعبل مولاي قبر من هذا ماكو قبر هنا قبر من هذا. قال يا دعبل ذلك القبر قبري. قال له قبرك. قال له نعم يا دعبل لا تمضي الأيام والليام. وجه قلبك ها هالليالي هالليلة ليلة الإمام الشفيع الغريب ها لا تمضي الأيام والليام حتى تجر طوس مختلفة لشيعتي وزواري ألا ومن زارني على غربتي وبعد مداي. سلم على الإمام الرضا هذا الشفيع هذا. السلام عليك يا غريب الغربة السلام عليك أيها المدفون بأرض طوس. رزقنا الله في الدنيا زيارتكم وفي الآخرة شفاعتكم حتى تجر طوس مختلفا لشيعتي وزواري ألا ومن زارني. يعني في مثل هالليلة خاطبة خاطبة وهو طالع من حجرة مجلس المأمون شلون طلع الإمام بعد أن سقي ذلك السم. يقول أبو الصلت نظرت إلى الإمام خرج وهو مغطى الرأس بعد ما يقدر يحكي لكن يقول شفت الإمام يمشي يمشي خطوات ثم يجلس على وجه الأرض يروح عن نفسه من حرارة ذلك السم. أخذ منه مأخذ جاء إلى صحن الدار أخذ يتقلب على ذلك الفراش يمينا شمالا وقف هالليلة مثل دعبل. هذا اللي يشير لها الإمام الرضا لدعبل. سمع رسول الله الحكي سمع ونتك سمع عنتك لفاطمة قل وقبر بطوس مولاتي فاطمة وقبر بطوس يا لها من رزية ويا دعبل ألحت على الأحشاء بالزفرات إلى الحاشر حتى يبعث الله قائما يفرج عنا الهام والكربات. لكن يا طوس ضميت بدر من آل عدنان فزجيب قبره وارتفع لك بالملاشا نلت الفخر يا طوس من بدر نفل بيك والخلق من كل النواحي تعتني ليك يشابه الوادي المقدس صار واديك. خل عنا على التعظيم اللي طب ذاك لمكا يا طوس يا طوس ضميت المفاخر والفضايل وبحفرتك علم الأواخر والأوايل
صرتي البدر المصطفى تالي المنازل بيك اختفى واظلم سمانا ورج الاكواع. قالت بابن موسى الفخر كل جمعته وغصبا علي ابن الرجس قطع بهجته، لكن بلا تجهيز جسمه ما تركته، عتبوا على اللي برضها ظلوا بلجها. أعشب الوادي وارتحت يوم اللفاني ولبيت دعوة سيدي لما اندعاني، وتحول التعظيم لجلة من مكان، لا روعت قلبها ولا تحير لها حصان. هذا وبكربلا صبت النبي تحير حصان، امر بتطنيب الخيام وقف مكان، وبالغابرية الذبحات جملة اخوان، سبعة وعشرة من بني هاشم وعدنا. وانت يا طوس قالت انا اللي شرف ولا اجتمعت علي خير